امتحان لغة عربية تحضيري، أكمل شريط الحروف. التمرين الأول. فادي، ما اسمك؟ كم عمرك؟ أكمل الشريط يا فادي. ألف، بعد ذلك ماذا يأتي؟ حرف. أكتب باء. ها صحيح، أكتب باء. تاء، بعد التاء ماذا يأتي؟ أكتب حرف الثاء. أكتب حرف الثاء. صحيح، أكتب حرف الثاء. ثلاثة نقاط، نسيت الثلاثة نقاط يا فادي. ثلاثة نقاط فوق الثاء. جيم، وبعد الجيم ماذا يأتي الحرف الذي يأتي بعد الجيم؟ ها؟ انظروا إلى هنا يا فادي، ماذا يأتي؟ حاء. أكتب حرف الحاء يا فادي. برافو يا فادي، برافو. كان هذا امتحان لغة عربية تحضيري، أكمل شريط الحروف.